بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد وقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. درس انتنا تدرى كتاب التوحيد الرا بابا قرتني وان توحيدا دبتو الرأي رب انك انك كان جرى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. أنا واهن أمني جني في نمن لين ها قبلني ملجل توحيد جد ثم لني وان تقو الدباسة توحيد جد أما شريعة إسلام كنسة التوحيد جد والمراد به هنا إفراد الله تعالى بالإبادة. إبادة كنسة ربي الدباسة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربي واهن أم نجد جني في نمل إبادات يهمل وان براتي في أم نجد وما جدتم مال وان دران هنترين ارغمسيسي اغرتني ربين كفكني وان كسنين ترين جني في نمال اومي مالي في اومي عبادة ايساتي في اومي عبادة جدتم ربي وفقدي قبو لغت التذلل والقدو وفقدي قبو عبادة جدتم مال اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مكا أغرتني والرب جالتو والرب في رجتشا في دلقاء الرا تظاهرة نملتو في تملتن اللي وانقارتو إبادة جلما آياني أما ربي أغرتني أن جني في نمل إبادة كياف ومجريكون آياني توني سورة زاريات كيف سجلتي آيات الشنتمي جاء آيات تيواني سيني رنك أجل جتمال ربي الدباس إبادة كيف ستدركم لأنه تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. ربي الآن نما في جن لواه الأمني إبادة سني ملوان براتي في نومني آيات أما قرآن تنرى واني فجد ابن مال وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. دركم ربين الدباس إبادة كيست نما في جن إرت اللي دركم وَنِّنَ مَا فِي جِنِّ اللَّنْ أُمَمَنِفْ مَالِفْ إِبَادَ إِسَاتِفْ رَبِّنْ وَأُمُسُنْ إِبَادَ إِسَاتُ حَقَ قُلَتَ وَالرِّوَانْ بِرَا قَبَّرُوا وَالرَّأُمُنْ دَنْدَيْنَ قَبَّرُوا كَرَانْتَانِنْ قَبَّرَ يَجَّ مَلَائِكَتَيْنِ أَنْبِيَاتَيْنِ أَوْلِيَاتَيْنِ وَانْ بِرَآتُ تَيْنِ أما ربين كن دوريسا وان وفي أمي كان الرادوريسا وان ربي أمي كن أمو إساتي هجمان إني أبا أمات إسان أماما أماما كن ربي تهجمان ربي أمو هم تكت اللي نجم. أما أكما دراجة نسان آيان نتوني وان أماما نيف إبادة إسات حكما نمني أماما نيف جنين ومنه مال إبادة إساتي في سبحانه وتعالى. أما آيات بالآكي الست ربي نكجد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت آيات لسورة النحل كي سجلت آيات صد من جه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لقاء إرقنيج الرجاء ربين أمة مركز ستو
زمان مراكز ستو غند مراكز ستو اغرتني ارغنيجر ارغما كان رسولا الرسول ارغما كان ارغنيجر ارغما جتشمالين من اوحي اليه بشرع وعمر بتبليغه ارغما جتشون نما ربي شريعة وهي وهي تقوله وان سنجس جده اس امري ارغمتوني كوني مرتنو يرو ارغم ما جن ان يعبد الله واجتنب الطاغوت ان يعبد الله جمال افرضوه بالعباده عباده ربي للدباسه امس واجتنب الطاغوت اتركوا وفارقوا الطاغوت والرب قدت قبر ممرا عيسى الرابية طاغوت جت شمال دانغاترو الطغيان وهو مجاوزة الحد دانغاترو فكل ما عبد من دون الله نمني ربي قدت قبر مين قبر جلي طاغوت جلما آياتني آياتنا كيست ودي ربي إنه ماجر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا ربين إرقى جرى قند مراكيسة زمان مرا إرقما وفي إرقى إرقمان إرقمان سني دعوة إساني والنسال إيقلانين مالين وان إرقمان سني إيقلون مالين يدعو إلى الله تبارك وتعالى يدعو إلى عبادة الله وحده قرى عبادة ربي تتنا موامة أمس عبادتنا موامة قفامت وترك عبادة غير الله والرب ملي قبر مؤيسا نمانجر فلم يزل يرسل الرسل فلم يزل الله تبارك وتعالى يرسل الرسل إرقمتوت وفي إرقو إراهن ديمن ربين قرن ماتت يوم الرأي قال منذ حدث الشرك في بني آدم في أحد قومه عليه السلام زمان قومي نوح را ايغاله ايغا وفي ارغو يراندم ربين اي سرت ارغا وفي جه ربين الى ان ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم هاغا محمد طمره يسرت ابي نجني ربي يسمر رت هاجرات اياتني اياتني اما قران سوره نحل كست ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أياني قرانتني مالين أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم قال توحيداتنا موامون شرك رانا مالوغون الروان أقرتني أنبيوتها في وري أنبيوتها وردفن الله اتياد دين أما ساكو مثلا حكمة آيات تنرى وأنين أرقى النمال أن الحكمة من إرسال الرسل إرقمتوت وفي أرقو ربي كنرى وأنين أرقى النمال هي الدعوة إلى التوحيد أولا والنهي عن الشرك توحيدتنا موامن شرك رانا مدوقو أما سكو مثلا أن دين الأنبياء واحد دينا أنبياء تمرات توك دين مال إخلاص العبادة لله وترك الشرك عبادة ربي يقول كل سنة شرك ليسوا وإن اختلفت شرائعهم يوسر رسالة تنبول نسوى الأبي أنبيوني توحيد الرت والنبل أما آيات أما ربي قد مركز ستو إرقماك إن إرقين جلو كان كيس الرمال فلان أن الرسالة عمت كل أمم كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد إرقى ربي أمة مرة ركب تجرت رقى ربي قبروت ربي إرت الأبد تجرت أما آيات سورة نحل كيستك على لتنا الرواني في النمال يا قدنا توحيدا يا جبنا توحيدا نما مرة تدر كما قوله إرقمتوني ربيو إرقمان واني إسان دعواء في وامساء في إرقاء في إيقلانين مالين تقوشم ما ربيت وام برأت كفرو
آيان تنوان نذنف كيسا قبض مال معنى لا إله إلا الله جتشوت من النفي والإثبات والأبمسيسو واسبتشيسو فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا توحيد نجر أمكوني يو الأبمسيفتف يو الأبمسيفت ملي سيقدين الأبد كابر آتت كفرت ملي ربي تأمنت ملي لا إله جتشون دراس مال نفي جل موال أبمسيسو ربي هنجر ربي هنجر قبر ما هنجر إلا الله ربي ملي الله ملك قبر منجر جاني والأبمسيسو في وقد الآب والبرد يمسيس ملي توهيني نما قد الآبد نم تقص ربي هنجر جلي جلي سي توهيني سنرقم وصو ربي ملي جلي اللي انتو مالي لتشو والبرفدو قبججو آيان نتين تلمو تسورة نحلي كيس سجلتو وانا كناف كيس سقبل آيان نلمو سديسو تيتان وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آيان نما سنين ركريتون سورة الإسراء سورة إسراء كيس سجلت آيات دم سدين سورة إسراء كيس تربي ونجد قضى ربك وقضى ربك ربين كان كمرتس اجر ربين كان كالام اجر هذا القضاء الشرعي الديني ربي مرتس اجر ربي موتما قبصني مرتس اجر كربي عالم مراته سني مرتس اجر مال مرتس الا تعبدوا الا اياه إذا ملك بران جبرنا تكلن جبرنا ألا تعبدوا ولا تعبدوا غيره أن تعبدوه أولا ولا تعبدوا غيره إذا جبرتني كبر أجبر ربو جلان دامنا ربي كان مرت سجري سورة إسراء كيست آيات الدقدام يزد أكما سنا ملا ربي وبالوالدين حسانا وني ربي مرت مالك أدا أن تحسنوا بالوالدين حسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره أكو معنى مليك بالأن قبرنا جلسا رب أمس حال أباك يسنتي ترى أولا جلي مرتزج وبالوالدين حسانا جد جمال وقضى أن تحسنوا بالوالدين حسانا أكو ربي تتوهيدا ربي قال أبدا سنت حال أباك يسنتي ترى أولا معنى آياته أكل جدشو معنى آيات ولقبا مالي ولني ربي نوهي ماجر أمر تبارك وتعالى ووصى أن على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه وأن يحسن الوالد ولد إلى والده إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما لأنهما اللذان قام بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد آيان نتم معنى نزيما لن وني ربي نوهي ماجر إرقمتوت إساء أفان إرقمتوت إساء تور ربي نوهي ماجر مالن أنا مليك بلان قبرنا شرك الرفقال أكو مثلا هال أبا تسنت الليت العولى جتشانس دلقانس وان بدو إسانت دلقنا إسان سني كغافة ضعيفة غافة هم ننكمني غافة نجيسة وفي الرهاق اندن دين نسيقود إسان سن هندقت جزاء إساني إساني تطلع أول آيان نتني أكمام جنكان أن التوهيد والنزين رقع الجزمال أن التوهيد هو آكد الحقوق وعوجب الواجبات توحيد نجر أمكون إرّا حقات أمس واجب الرّا جبيل فما إرّا جبيل فما لأن الله تبارك وتعالى بدأ به في الآية آيات كيسة توحيد وفيت إيقل وان إرّا ججبات ملين إيقل رب أما اللي توحين وان مردر واجب ما كيسة أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات واجب الرّا توحيني أول وني ربي التأمى رئيس وهو أول الحقوق الواجبة على العبد حيث أول سرت وجبت تنامتكو نفسي تيتي في أقرتني
هل عباد الله اللي سرت وجب مالين ربي انت قدوم سيت عبادك يا سر ربي ندبازو كوني معنا لا اله الا الله جتوف كيس ساقب امس اياني تنوني زين في كيس ساقب مالين عظمه حق الوالدين يا جبين حق ابا هل ابا ر توحيد وفيت تمتن زي ربي اطف حقهما على حقه حق ايسال لماني حق وفيت تمتن زي ربي وجاء حيث ثانية كم يدفع في المرتبة الثانية صدر كلام يسوع رتلف وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا نكبرها أنا الدباسة وأنا تندينا يا جل يا ربين هار أبا التانسي وبالوالدين إحسانا وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان وان تلتو جل أممران تلت أول جتشافي دلقافي نفقافي والإسان جل أمفلتشو كيسد والربي والنمال أفسيسو وانمتين وان تكدلقاني وان تكديسومي نمني قارين تربال مانبولو بيتافي تلتو التوليسيا سنقفامي دارباس ولين أفتا إساني تلتشو في بكتشي إسان تلتشو في أمري إساني فلتشو في سان قرقارو في سلامة قافتشو لين هما تلتو تهمارا وانت قفو سنتين وانت قلتو تهمران هار أبابي للأباتشون درك أما نما ربيت أمانيتي ما تجي لديك الكيس تحريم وقوق الوالدين تحريم وقوق الوالدين هار أبات جلتشون حرام شريعة إسلامة كيسة آيان نتينا قلتني تسديس سطال آيان نفريس أمو وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعبد الله رب جبرا رب جبرا ولا تشرك به شيئا وتقل لرب لدينا آيات سورة النساء في سورة النساء آية صدمجة رب لا تشرك به شيئا اترك الشرك شرك يقول سنجل تنديس شرك جمال وسنجل أما جتان تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله نما بالعرب بتكتس والربين أدى اتباهت نما نبر وان إساما إساكين كأبلو وليك أبدو جانين إنجالته إنجالته تكون كذلك هما تيابتين دينتون بار أبلو وليك أبدو سينجان معنى شرك يجمال تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وانسلا رب ملك بالآية تنتل والربين حلن ياكي جئين نما بالآتت اتدأتو يشركي جلما أما لآية الكيسة ما تجير واعبد الله ولا تشرك به شيئا آية سورة نساء الكيسة التالة آية صدمي جهجل واعبد الله ولا تشرك به شيئا ربي انقبر وتكل لدينا جل شيئا لنكم مال وتكل لدينا أفان كنت اللي انجل أبنا شيئا لنكم كانت يقول افتماجة ولي أربعة قلتني نكراي يقول افتبكا كانت فتعوم جميع الأشياء وامر ولي قبل فتعم الشركة كبيرة كانت أو صغيرة شركة عندك وثا هذا قبض وثا هذا في كيسة لن تكو شركة بني شركة جل ممرتنو تنديك ما تني مالين هنجرت شركة ما مرة الرافقات لجي يا ربي شأني كنا قوانا من المتقو وفان كينات المتقو سيبكو فبرباد يوم جت سيبكو فبرباد سيبرباد أنا بوكل جت أكنا بيرام برباد نبيكم سنبتش مكو تي هاسو تي واكن نوفي تي وغافتشو تي معنى آيات سورة نساء آيات صدم جهك السجرتون معنى الإسمال يأمر الله يأمر الله تبارك وتعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له رب عبادته يقفت لقاجد شرك الرفقات لقاجد والشرك تيأمو تقو في قد الله سؤدان باسم الرفقات لا دعاء ولا صلاة ولا غير دعاء تي وكالتتي اغتني صلاتتي تبراتي والنمر تربي ملينا ما بالاتي فينتا عيان تنين نزين في كيس اغب ابتدعت بالامر بالتوحيد والنهي عن الشرك عيان تنين ايقلمتين مالين توحيد قبلنا ربي ما قف قبلا جتشو في شرك الرافقات لا جتشو شرك الرانا ما الاقاجر آياتنا الرواني أرجع نمالين
وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة عبادة كيسة ربنا الدباسو كمنا دركما لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك رب سنت أمريجا أولا تتأمري قرتني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شركين حرام تحريم الشرك لأن الله تبارك وتعالى نهى عنه فهو أشد المحرمات وأن حرام جل أمر وأن وان شركي جزيه الدو وأن دعاته دبتو مال وأن حرام جل أمكان وأن إسن أقرتن كان الرامتان الرؤلتان قدان فكتان أجايان بدان شركين تقول لي مانتان شركي مال أشد المحرمات والرب حرام قل إكيسا إرد الجمن شركي أمس أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة تنميتك أصحى جميسا إبادة أنما نمر رافو لمو فنميت شرك الرا قل الله كب يو شرك الرا قل الله أصبح كان لا بتاب لي قياسه ما أولي رب الرنجالة أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة لأن الله أقرر الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك قال يو عبادتي يقول التنين تكون سوبر بعد وانتنا دائنا جئي ربي أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته عبادة إذا كيست نمني التكو ور ربي أمي يقول كراما في الدرجة في رقبات ربي تشركون ربي تدعون هنتي لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم والنمان تقصون فين ملائكته أنبياته أولياته تكامكته كجيرو كدوئته وان تقو ربي تيدون هنتي معنى شيء جتشو كان افكيسا قبا وامر آيان نتينا تأفريسو قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ربي الرسول في تماجد سورة أنعام كزت سورة أنعام كزت آيان الأمساتنا آيات الإبا في شنتمي تقرأك حق آيات الإبا في شنتمي